بيكي انجي، اهلا بكل مشاهدي شاشه اكسترا نيوز. بالفعل نتواجد مع حضراتكم الان من هيئه الارصاد الجويه، حيث تشهد البلاد خلال هذه الفتره تقلبات جويه، ان كان في المحافظات الجنوبيه وايضا المحافظات الساحليه، على كل الجوية تأتي في سقوط الأمطار الغزير الذي يشبه السيول. أيضا شهدنا في العديد من المحافظات الجنوبية سقوط للثلوج أيضا ورياح شديدة، وخلال هذه الفترة يعني أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يوجد أيضا موجة من التقلبات الجوية ستبدأ بداية من يوم السبت القادم. لنتعرف عن تفاصيل هذه الموجة والتقلبات الجوية التي نشهدها طوال فصل الخريف. يسعدنا أن يكون معنا دكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. بنرحب بك يا دكتور على شاشة أكسترا نيوز. أهلا بحضرتك أستاذة ميرنا من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، غرفة عمليات الإنذار المبكر. بداية حدثينا عن حالة الطقس اليوم والتقلبات الجوية التي تشهدها العديد من محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الجنوبية والمحافظات الساحلية. طبعا بالنسبة طبعا المحافظات الجنوبية شهدت حالة غير مستقرة في الأحوال الجوية يوم الجمعة والسبت الماضيين. سقطت أمطار كانت متوسطة وغزيرة على المناطق الجنوبية زي أسوان والأقصر وقنا، وأيضا بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر زي حلايب وشلاتين وسفاجة والقصير ومرسى علم. ده استمر معانا من يوم الجمعة الماضية حتى يوم السبت، لكن تحسنت تماما الأحوال الجوية هناك اعتبارا من يوم الأحد وحتى اليوم. الجو مستقر تماما على المناطق الجنوبية خلال هذه الفترة وفي الأيام القادمة. درجات الحرارة هناك تعتبر معتدلة تماما، وفي المعدلات الطبيعية الطقس بيكون مائل للحرارة أثناء فترات النهار ولطيف أثناء فترات الليل. أيضا الرياح معتدلة تماما، فالأجواء مستقرة تماما على المناطق الجنوبية. بالنسبة للمناطق الساحلية طبعا بتشهد حاليا، شهدت أمس واليوم أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية. تعرضت أمس مدينة الأسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد لأمطار كانت مختلفة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة الشدة، وخاصة دمياط وبورسعيد كانت الأمطار متوسطة الشدة. طبعا بعض المناطق اليوم أيضا بتشهد أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة، وتحديدا العريش ووسط سيناء. بالنسبة لباقي مناطق الجمهورية الطقس مستقر تماما على مدار اليوم النهاردة إن شاء الله، طبعا معتدل تماما أثناء ساعات النهار، لكن بيكون لطيف في ساعات الليل الأولى ومائل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح البكر. خلال الأيام السابقة شهدنا سقوط غزير الأمطار على المحافظات الجنوبية، أيضا سقوط للثلوج، فهل هذه الموجة ستتحرك من المحافظات الجنوبية وصولا إلى محافظات الدلتا والمحافظات الساحلية، أم ستقف عند المحافظات الجنوبية؟ هي طبعا الموجة اللي أثرت على المحافظات الجنوبية انتهت تماما يوم السبت الماضي. بداية من يوم الأحد استقرت الأحوال الجوية. السبب كان في هذه الموجة كان منخفض السودان الموسمي اللي بيمتد من دولة السودان، بيأثر طبعا برياح جنوبية شرقية بتمر على البحر الأحمر وبتتحمل بكميات عالية من بخار الماء. ده أدى لتساقط الأمطار اللي كانت أدت تسببت للسيول، وخاصة محافظة البحر الأحمر وبعض المناطق من جنوب البلاد. أما طبعا بالنسبة للمناطق الشمالية فهي مختلفة تماما. المنخفض الجوي اللي بيأثر عليها هو منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، بيصاحب هذا المنخفض منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلو من سطح الأرض. ده بيؤدي لحالة من عدم الاستقرار على المناطق الشمالية بتشمل السواحل الشمالية، الدلتا، الوجه البحري، القاهرة، مدن القناة، وأيضا بعض المناطق من سيناء ومن شمال الصعيد. دكتور إيمان شكرا جزيلا لحضرتك، نورتينا على شاشة أكسترا نيوز. إذن مشاهدينا الآن الأحوال الجوية مستقرة إلى حد ما، ولكن بداية من يوم السبت ستبدأ موجة من عدم الاستقرار من سقوط الأمطار من غزيرة إلى متوسطة في بعض محافظات الدلتا والسواحل والمحافظات الساحلية والسواحل الشمالية. والكلمة إليك مرة أخرى في الاستوديو إنجي.